إذا متابعينا الكرام، في إطار الخبر العاجل الذي نشرناه يوم أمس بخصوص استدعاء قيادة بعثة المينورسو إلى العاصمة المغربية الرباط من أجل عقد اجتماعات استثنائية وطارئة بخصوص العملية الإرهابية التي أقدم عليها مرتزقات البوليزاريو في مدينة السمارة بالصحراء المغربية، وحسب المعلومات الواردة متابعينا الكرام تقول على أن قيادة بعثة المينورسو اجتمعت مع القيادة العليا ديال القوات المسلحة الملكية المغربية، كذلك مع وزارة الخارجية المغربية، كذلك مع سفراء معتمدين لدول أجانب في المغرب. وأعتقد متابعينا الكرام أن الأمر يتعلق بالدول دائمة العضوية في مجلس الأمن، أي سفراء الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا والدول الأخرى في مجلس الأمن. هذه المسألة عادية ومعهودة بطبيعة الحال وضرورية إن صح التعبير، لأن بطبيعة الحال بعثة المينورسو غادي تطلع أو تقوم بإطلاع هذه الدول على نتائج التحقيقات الميدانية اللي داروها في مدينة السمارة عقب العملية الإرهابية، وحتى نشهد بطبيعة الحال أو نشهد على مرتزقة البوليزاريو بأنهم قاموا بعملية إرهابية، وبأن ما سوف يقوم به المغرب في المستقبل هي بطبيعة الحال في إطار الدفاع الشرعي عن النفس، وفي إطار بطبيعة الحال استئصال هذا الكيان الإرهابي من الأراضي المغربية، تحديدا من المنطقة العازلة. وكذلك بطبيعة الحال نشير إلى أن المسألة ديال شمال موريتانيا تم يعني التباحث فيها أثناء زيارة المفتش العام للقوات المسلحة الملكية المغربية إلى موريتانيا على رأس وفد عسكري هام ومهم في إطار بطبيعة الحال اللجنة العسكرية المشتركة ما بين المغرب وموريتانيا. فالآن متابعينا الكرام، كل الأمور تم حسمها، كل الأمور تم التباحث فيها وتم ضبطها لاستئصال هذا الكيان الإرهابي، ليس فقط من المنطقة العازلة وإنما كذلك من شمال موريتانيا بالتعاون مع القيادة الموريتانية التي بطبيعة الحال هي الأخرى ترغب في ضبط حدودية. لكن نبقاو في هذا الاجتماع المهم ديال بعثة المينورسو متابعينا الكرام، هذا الاجتماع في غاية الأهمية لأنه ليس فقط كاجتماع مع كبار المسؤولين المغاربة، وإنما يطلع الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن على أن مرتزقة البوليزاريو هي قامت بعملية إرهابية ويجب أن تحاسب، والمغرب سوف يتحرك في هذا الصدد وله الحق أن يتحرك في هذا الصدد، لأنه ها هي الشهادة وهو التحقيق وهو بطبيعة الحال التحقيق الميداني الذي يؤكد على أن مرتزقة البوليزاريو هو تنظيم إرهابي ويجب أن يحاسب بطبيعة الحال بما سوف يقوم به المغرب في المستقبل، ولنا العذر ولنا الشرعية في أن نقوم ما سوف نقوم به في المستقبل. متابعينا الكرام، أراكم في فيديو قادم.